لازم نبارك لرجال كرة السلة وكتيبة النادي الأهلي اللي هم بروح الفانيلا الحمراء تحت قيادة أوجوستا يا فارس. النادي الأهلي أصبح في كرة السلة مكانه منصات التتويج، ونادرا لما بتفلت من تحت يده بطولة، ولو فلتت بيكون في مباراة نهائية وبصعوبة جدا زي البطولة العربية اللي كان لها ظروف استثنائية خاصة جدا. بص، هو الأهلي حاليا في السلة عامل الجاب الاهلي حاليا في والتفوق السله النوعي. بيتسلى يعني، هي خلاص هي جت كده. هي جمهور النادي الاهلي لما بيرد، طبعا دي صوره من الصفحه الرسميه للنادي الاهلي بعد التتويج. جمهور النادي الاهلي يا جماعه، احنا قلنا في معادله صعبه جدا، وعشان نبقى دايما متسقين مع نفسنا معاكم هنا وما نبقاش بنغير كلامنا، احنا دايما عندنا افكار واضحه، ويمكن بتشارك انا واسامه فيها في الحته دي كمان تحديدا، ان احنا عندنا الفكره دي. مفيش فريق في العالم عنده القدرة على ان هو يتفوق في كل الألعاب، شوفوا واحنا بطل بنقولها. ده استثناء، يعني ده استثناء مش قاعدة. تعال شوف زي ما قلنا، هتلاقي بايرن ميونخ بيسيطر في الكرة وبعيد جدا عن بقية الفرق في كرة القدم، ولكن في ألعاب أخرى هو ليس بنفس القوة. فاللي احنا بنطلبه كجمهور النادي الأهلي ده شيء استثنائي. تمام، نسعد ان هو يتحقق، بس بيكون عندنا اتزان في حالة بعض الإخفاقات، لأن زي ما قلت لما تراهن على الاستثناء ما تتعاملش معاك كقاعدة، ولكن تكون سعيد بيه. إيه اللي بيحصل في النادي الأهلي في كرة السلة حاليا؟ اللي بيحصل إن كرة السلة بتخطو خطوات نحو صناعة تاريخ شبه أو شبيه بتفردك في كرة القدم على مستوى آخر موسمين، ده اللي احنا بنشوفه. لا، انت بتخطو خطوات. يعني ايه؟ يعني النادي الاهلي في بينه وبين المنافسين الجاب اللي هو بينه وما بينهم في كرة القدم، وده النادي الاهلي وده فلسفة النادي الاهلي في قطاعات نسعى ان هي تكون مختلفة. وانا عايز اقول حاجة هنا، رغم ان المعادلة صعبة، ولكن قلت من فترة ان استفزاز المارد الاحمر في فكرة ان النادي الاهلي ليس هو المسيطر في بعض اللعبات، او التقليل والسخريه من النادي الاهلي في بعض اللعبات، قلت اللي بيعمل كده هو لا يعرف تاريخ النادي الاهلي، ولا يعرف قدرات النادي الاهلي، ولا يعرف شيء عن اراده النادي الاهلي. وان النادي الاهلي استفزازه والتقليل منه في بعض اللعبات قد يكون قريبا وخلال عدد من السنوات دفع ثمنه غالي جدا لاي منافس بتغيير خريطه اللعبات دي. وده اللي بتعمله كتيبة أوجاستي دلوقتي. في خطوات ملحوظة واضح يا أسامة كمان، ان اكيد هنروح بقى لقصة أوجاستي والفريق نفسه، بس واضح ان في مشروع النادي الاهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب اللي هنأ الفريق. اكيد شفنا الوزير السابق الاستاذ العمري فاروق وهو موجود مع الفريق، واكيد مجلس الادارة كله في نفس الاتجاه. واضح ان عندهم مشروع يا أسامة. ده اكيد طبعا، ومجهود كبير جدا. و أنا كنت في لقاء أو جمعني حديث مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي وقت توقيع عقد رعاية النادي الأهلي وشركة اتصالات في الحفل، فكنا اتهزمنا من مباراة الاتحاد الفريق الأول المباراة الأولى، فبقول له يا كابتن خالد يعني هنعمل إيه بكرة؟ كان عنده ثقة كبيرة جدا لدرجة إن هو قرر عليا 3 مرات، هنكسب بكرة يا كابتن، هنكسب بكرة، يعني ما في يا هنكسب بكرة. طب ليه الثقة دي واصلة؟ لأن في مجهود فعلا مبذول من مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، النائب الرئيس الأستاذ العمري فاروق، أمين الصندوق الأستاذ خالد مرتجي، مدير النشاط الرياضي الأستاذ كابتن خالد العوضي، وعاملين شغل كبير جدا مش بس في كرة السلة، وكمان في تطوير في الفكر الاحترافي، لأن في تعاقدات بتتم دلوقتي على مستوى الناشئين، عشان كده مش قلقان من مستقبل كرة السلة. وده اللي قاله الكابتن محمود الخطيب في التهنئة، ان فريق المرتبط قدر ان هو يسهل الامور على الفريق الاول. في اوقات كثيرة جدا كان فريق المرتبط في ال3 سنوات الاخيرة هو الحاسم بشكل كبير جدا مع الفريق الاول. فتخيل لو فريق المرتبط او فريق الشباب ما كانش قادر يفوز المباراتين على مباراة الاتحاد، كنت هتدخل مباراة الاتحاد الفريق الاول محتاج عدد او فرق عدد من النقاط ربما لا يتحقق، وبالتالي ممكن تفقد البطوله. ففي اهتمام موجود، بس مش بس الفريق الاول، لا، من اول قطاع الناشئين، لاعبين بيتم دعم النادي بيها بشكل كبير جدا تحت المنظار، لاعبين عندها مستقبل واعد سواء في اليد او في الطايره او في كره السله، لان الاهتمام اصبح واضح جدا بهذه الالعاب.
الالعاب اللي البعض كان بيقول انها العاب شهيده زي الالعاب الفرديه وان هي مش في الاهتمام، ربما هي عشان نكون امناء مش على نفس الدرجه من درجه الاهتمام والشغف بكره القدم، ومباراه في كره القدم بتجوب بمباريات كتير جدا جدا في العاب الصالات، ولكن لما يكون في جهد مبذول ويكون في ابطال بروح التيشيرت او لون الفانيلا الحمراء ومشجعين يعني دول لاعبين بدرجه مشجعين بالفعل، يبقى لازم نقف عندهم ولازم نديهم التحيه ولازم نقول لهم شابوه. وكمان نقطه مهمه جدا، الفارق في العاب الصالات وعدد البطولات ما بين العاب الصالات، خلينا نكون واضحين احنا لغه الارقام لا تكذب، فريق الاتحاد السكندري هو اكتر فريق مصري محقق عدد بطولات في لعبه كره السله، النادي الاهلي في الكره الطايره، نادي الزمالك في كرة اليد. طب الجاب ما بين النادي الأهلي في كرة السلة بعيد؟ لا، عايز أقول لك إن أنت بينك وبين الزمالك حاليا أصبح فارق 3 بطولات فقط، لغير قادر إن شاء الله إن أنت تحققهم هذا الموسم. طب بينك وبين الاتحاد محتاج موسم أو موسمين، وواضح جدا واضح جدا الفترة الأخيرة إن مواجهاتك مع فريق الاتحاد السكندري أصبحت مختلفة تماما، حتى لو تقدم عليك الاتحاد بأنه بيفوز بمباراة بتيجي تلاقي النادي الأهلي داخل مركز جدا، لعيبة النادي الأهلي داخلة مركزة جدا، قادرة تحترم فريق الاتحاد السكندري بقوة لاعبيه وقادرة إنها تحقق الانتصار عليه وتعمل كومباك وتعمل رومونتادا، وده اتكرر في أكتر من بطولة وأكتر من موقف، بطولة عربية، بطولة دوري مرتبط. فيعني حتى الاحتفال اللي بيعمله فريق الاتحاد في مباراه بيفوز فيها في الذهاب على النادي الاهلي بتلاقي لاعبتنا مركزه ان ده لا، ده احنا هنحتفل وهنحتفل بنفس الاحتفال ومش النادي الاهلي اللي يتعامل معاه كده. ده اصلاح جيد جدا لكره السله بالتاكيد، ومجهود كبير جدا موجود في كره الطايره. هذا النظام وهذه الروح وهذا المشروع منذ فتره طويله، عندنا فريق اسطوري الماسترز فريق كره الطايره، عندنا كره اليد، هل احنا بعيد؟ لا مش بعيد، باقي حاجات بسيطه فقط لا غير، يمكن اختيار مدير فني على اعلى مستوى، مجهود كبير جدا، عندنا لاعبين واعدين جدا، ان شاء الله يكون كره اليد تلحق بكره الطايره وكره السله عشان يبقى النادي الاهلي في مكانه رقم واحد اللي هو مكان استثنائي. انت بتطالب النادي الاهلي ان هو في كل مسابقه كل بطوله حد يبدا يشم نفسه فيها ويتصدر فيها، لا انا عايز اكون انا النادي الاهلي رقم واحد فيها، ده قدرنا قدر جماهير النادي الاهلي، ودي الضريبه اللي المفترض لاعبين واجهزه فنيه ومسؤولين ومجالس ادارات على طول العمر تقدر تدفع الضريبه دي، لان ده شيء استثنائي بتطلب مني شيء استثنائي، ولكن هو ده النادي الاهلي، فعليك وانت داخل تتحمل مسؤوليه في النادي الاهلي تكون عارف كويس قوي ان في ضريبه استثنائيه هتدفعها بانك تكون رقم واحد في كل الالعاب. ده اللي احنا شايفينه، مبروك فريق كره السله رجال وشباب واعد، ومبروك ايضا دوري المرتبط سيدات، يعني فارس اسبوع كله كره سله في النادي الاهلي وبطولات في النادي الاهلي، اكيد يستحقوا التحيه عليه، اكيد يستحقوا التحيه، سواء مرتبط فريق الشباب او فريق المرتبط، لان فريق المرتبط يا جماعه هو اللي خلى فريق الكبار هو اللي يحسم البطوله. عشان كده انا بقول لا، فكره ان انت بتبني على حاجه وبتتدرج على حاجه وعندك منظومه ومشروع، ده مهم جدا. وجزء من المشروع ان في العاب الصالات يا جماعه لازم تعرفوا ان الافراد قادرين على احداث طفره. يعني ايه؟ يعني فريق زي الماسترز في الطايره، انت قدرت تكون جيل صعب جدا صعب جدا ان حد كان ياخد بيك بطوله، ولعبات الصالات انت بتبقى عارف لا ان الفريق ده واخد افضليه فنيه ونفسيه على الفرق الاخرى، وخلاص بتبقى عارف انك عندك جيل صعب حد ياخد منك بطوله الا في استثناءات. ده اللي احنا بقى بنعمله في كره السله دلوقتي. عشان كده انا اتمنى في اليد، بما ان اسامه كان بيتكلم عليها، انا اليد بالنسبه لي النادي الاهلي يا جماعه عمل فريق جيد جدا، ولكن لحد دلوقتي ما حصدش المنتظر من الفريق ده. ليه؟ لان على مستوى نقله الشخصيه لسه النقله دي ما حصلتش. ده اللي انا شايفه، النقله دي بتاعه فكره ثقه البطل وشخصيه البطل اللي بيجي في اخر دقيقه يكون عارف ان هو لو متاخر هيرجع ويكسب، او لو كسبان هيحافظ على النتيجه، لسه النقله دي ما حصلتش. نامل ان مع وجود مدرب جديد هو ده اللي نقدر نحقق.